السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تنزيل تطبيق موفي بوكس، هذا التطبيق الرائع والذي أعتبره أفضل تطبيق من ناحية مشاهدة الأفلام، كذلك تنزيل الأفلام، أيضا مشاهدة الفيديوهات الموسيقية وتنزيلها أيضا. مميزات هذا التطبيق والذي سيجعلك يعني تفضله عن أغلب التطبيقات الأخرى، بأن هذا التطبيق لا يحتاج إلى جيل بريك، لا يحتاج إلى حاسوب أثناء تنزيله وأثناء استخدامه أيضا. كذلك مميزات التطبيق من الداخل، عندما تقوم بالدخول إليه تجد مجموعة كبيرة من التطبيقات، يعني سريع خفيف، يعني واجهته بسيطة جدا. كذلك يعني يوجد به بعض الاستاكات، يعني يستاك أو يعلق داخل التطبيق ويخرج، وغير ذلك من الأمور لا توجد بهذا التطبيق. أيضا يمكنك اختيار الترجمة من هذا التطبيق، يمكنك اختيار الترجمة إلى اللغة العربية، إلى أي لغة تريدها. كذلك يعني يوفر لك مجموعة كبيرة من اللغات، اللغة العربية وغير ذلك من اللغات. أيضا يمكنك اختيار الجودة، يعني متوسطة، عادية، منخفضة، أيضا HD إذا كان لديك الإنترنت سريع وتريد تنزيل هذا الفيلم أو هذا الفيديو بالصيغة القوية. غير ذلك يوجد أيضا ميزة أخرى، وهي تنزيل الفيديوهات الموسيقية. يمكنك البحث عن الفنان، يعني عندما تدخل إلى الفيديوهات الموسيقية يوجد قسم خاص بها في هذا التطبيق، تجد كل الفنانين، تجد كل الفيديوهات الخاصة بهم. يعني تطبيق يعني رائع للغاية، ستتعرف إليه في هذه الحلقة، ستعجب به كثيرا، يعني ستمسح كل التطبيقات الأخرى في هذه الحلقة وبعد مشاهدة هذه الحلقة. لا تبتعد كثيرا وابقى معي لنمر إلى الشرح وأريكم طريقة تنزيل هذا التطبيق وأيضا طريقة استخدامه والتسجيل فيه. لا تبتعد كثيرا وابقى معي، نمر إلى الشرح مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدي الكريم، في البداية ستقوم بالدخول إلى هذا الرابط iosem.us، بعد ذلك ستضغط هنا على Install Now، بعد ذلك ستنتقل إلى الإعدادات وتقوم بتثبيت البروفايل الخاص بهذا المتجر، تضغط هنا على Install B الأعلى، بعد ذلك تقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بهاتفك. الآن ستضغط على Install، بعد ذلك سيتم تثبيت البروفايل الخاص بالمتجر بنجاح، تضغط هنا على Done وسترجع إلى متصفح سفاري أو إلى الشاشة الرئيسية، وستجد المتجر قد تم تثبيته في هاتفك بالفعل. هذه هي الأيقونة، تقوم بالضغط عليها للدخول إلى هذا المتجر، بعد ذلك ستضغط على هذه الأيقونة هنا بالأعلى، أيقونة الداونلود أو السهم إلى أسفل. الآن ستختار All Apps، هنا طبعا المتجر يوجد به الكثير من التطبيقات الرائعة، ستضغط على All Apps، بعد ذلك ستظهر لك مجموعة كبيرة من التطبيقات، ستنزل إلى الأسفل حتى تجد تطبيق موفي بوكس، تقوم بالضغط عليه، تضغط على انستول، يظهر لديك اثنان من الانستول، تقوم بالضغط عليهم حتى يتم تثبيت التطبيق. الآن قد تم تنزيل التطبيق وتثبيته، تقوم بفتح للدخول إليه في المرة الأولى وفي البداية أول مرة فقط تظهر لك هذه النافذة، تنتظر قليلا ثم تختفي تلقائيا. الآن كما ترى أمامك يظهر لك مجموعة كبيرة من الأفلام الجديدة 2015، كما ترى أمامك العديد من الأفلام هنا، الكثير من الأفلام كما ترى أمامك، يعني تنزل إلى الأسفل وتشاهد وتختار الفيلم الذي تريده. يمكنك أيضا البحث من خلال هذه الأيقونة بالأعلى، تقوم بكتابة حروف الفيلم، طبعا تظهر لك نتائج البحث بدون الضغط على زر بحث، يعني تطبيق رائع للغاية. من خلال هذا الخيار بالأعلى يظهر لك مجموعة كبيرة من الخيارات، هنا الأفلام إذا كنت تريد مشاهدة الأفلام، هنا الميوزك فيديو إذا كنت تريد تنزيل فيديوهات للأغاني، هنا المفضلة إذا كان لديك بعض الأفلام والمسلسلات المفضلة، هنا التي في شوز مسلسلات، هنا الماي داونلودز الأفلام والفيديوهات التي قمت بتنزيلها، هنا الجاري تنزيلهم بالفعل. كما ترى هنا في الخيار، هذا الخيار ميوزك فيديو، يظهر لك العديد من الفنانين، عندما تختار أي فنان يظهر لك كل الأغاني الخاصة به، تقوم باختيار وتنزيل الأغنية التي تريدها. هنا التي في شوز، كما ترى العديد من المسلسلات، تستطيع متابعة أي مسلسل تريده. الآن على سبيل المثال سأرجع إلى الموفيز وتختار هذا الفيلم، أضغط عليه تظهر لي هذه النافذة. من هذا الخيار اللو تختار جودة المشاهدة، منخفض، عادي، مرتفع، HD طبعا. هنا تختار Watch Now للمشاهدة الآن، وهنا Download، تنزل قليلا إلى الأسفل،
تجد خيار السبس، يعني ترجمة هنا خيار سبسنس، هنا السيرفر لا تقدر تلاقيه فقط، اختار خيار سبسنس. هنا سي اوس يعني بعض الافلام التي ربما تريد مشاهدتها، لها ارتباط او لها علاقة، يعني تشبه نوع هذا الفيلم الذي انت اخترته. اذا اضغط على هذا الخيار، خيار الترجمة، هنا يظهر لي اللغة التي اريد الترجمة اليها: البانيا، ارابيك، امريكان، بوسنيان، بلغارينيان، يعني اختار هنا ارابيك. بعد ذلك سيطلب منك التسجيل، التسجيل سهل للغاية، فقط تضغط على هذا الرابط الاصفر الذي يظهر لك لتنتقل الى او يفتح متصفح سفاري، تضغط هنا بالاعلى على ريجست، هنا هذا الخيار. بعد ذلك من هنا تكتب اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، تأكيد الباسورد، تضغط على اي اجري وتقوم بكتابة كود الكابتشا، وسيرسل يعني رابط تأكيد الى بريدك الالكتروني، قم بتفعيله فقط. الان سترجع وتقوم بكتابة اليوزر نيم الذي قمت بكتابته وكذلك الباسورد، وتضغط على لوج ان. الان ستنتظر حتى يتم تسجيل الدخول. بعد ذلك سيظهر لك العديد من خيار الترجمة. الترجمة طبعا الخيار الأول دائما هو أفضل خيار، يظهر لك عدد الداونلود يعني عدد التحميلات لهذه الترجمة، وأكثر ترجمة تم تحميلها بالفعل هي الأفضل، أنصحك باختيار الخيار الأول والأكثر تنزيلا للترجمة. بعد ذلك ترجع إلى الشاشة للفيلم، يمكنك الآن تنزيله بالضغط على داونلود لتنزيله بالجودة التي اخترتها وكذلك بالترجمة العربية ومشاهدته لاحقا بدون الاتصال بالإنترنت، ويمكنك الضغط على واتش ناو لفتح الفيلم، وهكذا يتم فتح الفيلم بكل سهولة. كما ترى ترجمة وتعديل على الهوبي يعني مترجم الفيلم، الفيلم يشتغل بدون أي مشاكل. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبك هذا التطبيق لا تبخل عني بالنقر على الزر لايك وكذلك سبسكرايب، اضغط الآن أسفل الفيديو هنا على اليمين، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك، كذلك لا تنسى زيارة المدونة th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.